نبدأ مع عادل، لأن أكيد عادل في هذه اللحظات سعادة غامرة وعامرة، وربما ماتيوس موتا حافظ على تاريخ وعراقة المدينة اللي ربما كانت مهددة في أسابيع وفي أوقات عصيبة جدا مرت على تاريخ هذا النادي، لكن بهذا الفوز المدينة يضمن بذلك رسميا البقاء في دوري الأضواء، ويصبح هو فعلا اسم على مسمى كأحد أبرز أو النادي الليبي الوحيد الذي لم يهبط للدرجة الأولى أو الدرجة الأدنى. أكيد مدينة نقول لهم ألف مبروك البقاء في الدوري الممتاز ودوري الأضواء، لكن مراد هذا درس للمدينة. ثاني موسم على التوالي المدينة يعاني في آخر الأمتار. شو تقول اليوم؟ شنو رسالتك اليوم عادل في ظل هالوضعية الحالية؟ أنا عندي رسالة والله مراد من وجهها في ظل هالمعطيات لجماهير المدينة. لجماهير المدينة. لجماهير المدينة. ممكن أنت يتقبلوها مني كونك أنت يعني قريب أكثر للمدينة واشتغلت سواء لاعب ولا إداري ولا غيره، وتعرف يعني ممكن كواليس وخفايا الفريق، وأيضا حتى أسامة الفزاني كون أنه هو لعب في مرحلة ما مع شوف المدينة. شوف أنا يشرفني مراد في يوم ما لعبت في المدينة وتحصلت على بطولة مع الفريق في 2001 وكأس السوبر في 2002 وطبعا وتاريخ وشرف اني معناه كنت كابتن وقائد فريق المدينة. بنقول رسالة لجماهير المدينة مراد، لهذا انت مطالب بالحديث بكل تجرد على المدينة. رسالة لجماهير لان نعرف الان في انقسامات وفي بعض المشاكل في جماهير نادي المدينة، في اللي معه وفي اللي ضد، ونقول لهم ابعدوا معه وضد، انتم كلكم مع المدينة، كلكم خلف المدينة، شنو هدفكم انتم؟ كل واحد يتكلم يقول كان هدف المدينة، ما دام كنا هدفنا المدينة نبقوا نادي المدينة ندعم النادي. مش مشكلة أنا القرار خدا مراد خدا علي جاب اللاعب مراد جاب أسامة مش موضوعي، المهم اللاعب يقنع جماهير المدينة ويقدم الإضافة لفريق المدينة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا مراد ضروري يكون اختيار اللاعبين، ضروري يكون اختيار اللاعبين بشكل ممتاز. ما نختاروش أي لاعب يجيبوا لنا سمسار ويجي يدخل النادي، وهذا كان في الترجي وكان في الأفريقي وكان في الزمالك ونوقعه طول، ضروري تحطوه في الاختبار أمام المدرب. أسامة خلينا نختم الاستوديو عليه، بقاء المدينة وضمانه وشني من المفترض أن يفعل المدينة فيما هو قادم؟ شاهدنا الفريق حقيقة والنادي في آخر موسمين لم يكن هو المدينة اللي نتطلع دائما لمشاهدتها، المدينة اللي شاهدناه ينافس على أوراق العبور إلى الأدوار المتقدمة سواء في بطولة الدوري ولا في بطولة الكأس ولا غيرها. أنا بقول كلمة، طبعا المدينة نادي كبير ونادي معروف، أنا يؤسفني أنني نشوف نادي المدينة بالشكل هذا صراحة، موسمين على التوالي يلعب عليه تفادي الهبوط. أول شيء المدينة اسم كبير، نادي كبير يعتبر معالم مدينة طرابلس، عودنا المدينة دائما باللاعبين وقلنا خصوصا الهدافين، واللاعبين دائما المدينه عندها لاعبين في منتخب ليبيا، المدينه طبعا يعطي في نكهه كبيره للدوري الليبي، يعني لما خف بريق المدينه حتى المنافسه مع الاهلي والاتحاد مع الفرق الكبيره الموجوده في المنطقه الغربيه خفت، المدينه كان يعطي في طعمه قويه. نتمنى من القائمين على نادي المدينه اداريين جماهير لاعبين ثلاث نادي المدينه المفروض تحس نادي المدينه، كذلك الاداره تختار مدرب كويس، والبدايه اهم شيء مراد، جيب لاعبين كويسين، وكرة القدم أصبحت أموال ضروري ما تصرف. هذا تقول في هذه اللحظات اللي ربما سعيدة على جماهير المدينة رغم أنها هي في ذات الحال مؤلمة بالنسبة لهم للوضعية اللي يعيشها الفريق أكيد اليوم. والله طبعا المدينة نادي كبير، نتمنى أن المدينة يعود نادي المدينة اللي نعرفوه، نادي المدينة اللي دائما ينافس، معناها ديما تلقاه في المنافسة، نادي المدينة نادي المدينة أحد أقطاب الكرة الليبية نشوفها في طرابلس وديربيات سواء مع الاتحاد سواء مع الاهلي طرابلس. طبعا نادي المدينه يحتاج الى ناس داعمين، يحتاج الى رجال اعمال تدعم النادي، ناس تفهم في الكوره، ناس تعرف تسير، تجيب لاعبين محترفين، تجيب مدرب على مستوى، ناس تعرف تختار اللاعبين اللي يكونوا في مستوى نادي المدينه سواء محليين ولا محترفين حتى يعود نادي المدينه كما عرفنا.